لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يذكر الإحصاء كم مرة؟ حد عارف؟ بالتصريح أو بالإيحاء 14 مرة. تمام؟ 14 مرة لأهمية علم الإحصاء في خدمة العلوم الأخرى. علم الإحصاء علم بيخدم العلوم الأخرى. أنا كمدير مركز استشارات إحصائية بشتغل في الاستشارات من 95 من أول ولا معيد، يعني ما فيش تخصص إلا ويستخدم الإحصاء. أي تخصص في جميع العلوم المختلفة، كل العلوم كلها، لا يمكن واحد يعمل ماجستير أو دكتوراه باستثناء، يعني ممكن يبقى في التخصص الواحد في واحد بيستخدم بس وواحد بيستخدمش على حسب إيه طبيعة الدراسة بتاعته، لكن مر علي تقريبا جميع التخصصات اللي هو يستخدم الإحصاء في البحث بتاعه من أجل استخراج الإحصاءات. عشان نبدأ نتكلم فرق بين علم الإحصاء والإحصاءات، إيه الفرق ما بينهم؟ يبقى لما بنشوف أرقام نتائج في الجرائد، نتكلم في نشرات البنك المركزي، نشرات الجهاز المركزي بتاع الأدوية العامة والإحصاء، يبقى اسمها نتائج، سميت أرقام وحقائق، دي سميت إحصاءات. أما علم الإحصاء لا، علم الإحصاء زي ما احنا شايفين كده بيقول إيه علم الإحصاء في التعريف، كبر لكم الشاشة، بيقول إيه علم الإحصاء؟ بيهتم بإيه العلم ده؟ علم الإحصاء بيهتم بإيه؟ بيهتم بتصميم أساليب جمع البيانات، يعني هتيجي بجمع البيانات، يعني إيه بيانات؟ وفي فرق بين البيانات والمعلومات؟ في فرق، مش كده؟ يعني زمان كنا بنسمع زمان يقول لك البيان الأيام حرب أكتوبر اللي احتفلنا بها الأسبوع ده، كان يقول لك ايه البيان الاول، مش كده؟ مش حاجه اسمها البيان الاول والبيان الثاني. ليه سماه بيان؟ لانه صادر من مصدره الاولي، يعني لم يصدر من يعني هذا البيانات اللي هنقولها طالعه بايه؟ من مصدرها الاول. الطبيب لما بيعمل دراسه على المرضى بتوعه بيسال المريض بيقول له عمرك كام؟ 33 سنة. يبقى إذا خدت البيان إيه؟ من مصدره إيه؟ الأول. تمام؟ معلومة. أما المعلومة أو الإنفورميشنز المعلومات اللي هي بقى الإحصاء، اللي هي المؤشرات الإحصائية اللي هتطلع لي منين؟ من البيانات. بين البيانات والمعلومات في حاجة اسمها الأوبريشنز العمليات، الناس اللي دارسين إنتاج. في حاجة اسمها الإنبوتس، مش كده؟ اللي هي الإيه؟ الانبوت في المدخلات اللي هي البيانات، مش كده؟ ثم عندنا الاوبريشنز اللي هي العمليات اللي بتتم على البيانات، يعني في عمليات احصائيه هتتم على البيانات من جمع بيانات وتلخيص وعرض وتحليل. هذه هو ده علم الاحصاء. يبقى علم الاحصاء هو انك انت تستخدم الطرق والاساليب المختلفة الإحصائية على البيانات علشان تحصل على إيه؟ مؤشرات إحصائية اللي هي تعتبر informations معلومات. أنت كخريج نظم معلومات أو خريج حاسب وشغال في إحدى إدارات أو في مؤسسة في بنك، إحدى الإدارات سموها إدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هتلاقي الإدارة دي موجودة في مؤسسات كتير قوي حتى في المحافظات، مبنى المحافظة الديوان بتاع كل محافظة في إدارة اسمها إدارة الإيه؟ المعلومات ودعم اتخاذ القرار. فأنت ممكن كسي إس أو نظم معلومات أو أرتش بقى شغال في إيه؟ في هذه الإيه؟ الإدارة. فمن مهام هذه الإدارة إنها بتدعم متخذ القرار. بتدعمه بإيه؟ بالبيانات ولا بالمعلومات؟ معلومات. مين اللي هيحصل على المعلومات في الإدارة ديت؟ أنت. انت اللي شغال، انت اللي هتروح تجمع البيانات من مصدرها الاساسي وبعدين تجري عليها الاحصاء والعمليات الاحصائيه
من ترخيص وتنظيم وتحليل واستخراج القيم والمؤشرات أي المعلومات اللي هتجيب مين بقى؟ متخذ القرار. تمام؟ هو ده تعريف علم إيه؟ علم الإيه؟ الإحصاء. اللي هو دايما الناس تخلط ما بين الإحصاء والإحصاءات، الأرقام بقى، الأرقام اللي بنحصل عليها ديت دي إحصاءات. أما العلم هو بقى العمليات اللي أنا بستخدمها على إيه؟ على البيانات. والكلام ده واضح على الشاشة. هي الخاصة بالظاهرة أو عدد أو عدة ظواهر دي بنسميها إيه؟ إحصاءات. أما العلم بقى المسؤول عن إنه يقدم لك منظومة متكاملة لفن التعامل مع البيانات. التعامل مع البيانات إزاي؟ زي الجهاز المركزي التعبئة والعامة والإحصاء. راحوا جمعوا بيانات في الـ17 التعداد الـ17 فعارفين طبعا كلنا التعداد. انه عمل تعداد في 17 وجمع بيانات بيج داتا مش كده؟ جمع بيج داتا يعني عندك 100 وكم مليون جمع بيانات عن جميع المنشآت الموجودة في المجتمع، مدارس ومؤسسات وجامعات ومستشفيات، جمع إحصاءات كاملة بيطلعها الجهاز، بياخد البيانات استمارات بيطلع بيانات بعد كده بيدخلوها عشان يعالجها مش كده؟ يعالج البيانات ويحللها ويطلع مقاييس اللي هي المعلومات اللي بيطلعها في نشرات عشان مين اللي يستخدمها بعد كده؟ متخذ القرار او الباحثين. الباحثين في كل او الادارات والوزارات والاجهزه تبدا تستخدم هذه الايه؟ المعلومات علشان ايه؟ يتخذوا ايه؟ قرار. المدار بتاع التربيه والتعليم بياخد ما يخص التربيه والتعليم عشان يعرفوا عدد المدارس وكثافه الفصول والكلام ده، حاجات خاصة بالتعليم عشان تاخذ قرار يزود مباني ولا يزود فصول، يزود الكثافة، يقلل الكثافة على مستوى جميع الايه؟ على مستوى جميع القطاعات بيستفيدوا من هذه الايه؟ البيانات. تعرف على الجزء الذي يتضمن بعض البيانات في الجرائد المحلية، بين مفهوم كلمة إحصاء أن استخدمها في الراديو والتلفزيون. تدريب نفكر كده فيه؟ تعرف على الجزء اللي يتضمن بعض الدراسات في الجرائد المحليه. فكره الماده نظري معتبر. نعم؟ ماده معتبر نظري؟ لا طبعا. لا طبعا. ولا انا هدخلك في القوانين كده على طول ولا ايه يعني؟ لازم بناخد مفاهيم. لا لا تستعجلش. تستعجلش بس. ماشي؟ فالنظري مهم جدا ان احنا نفهمه. تمام؟ يعني كلمة إحصاء لما تسمعها في الراديو كلها تعتبر إحصاءات، اللي بتسمعها في الجرائد، بتسمعها في التلفزيون، الراديو، أو البيانات المنشورة في الجرائد، دي كلها إيه؟ إحصاءات وليست إيه؟ وليست علم الإيه؟ علم الإحصاء. لسه كان في أخ بيقول لي وإحنا ناخد إحصاء وصفي وإحصاء زماني؟ الإحصاء بصفة عامة أو علم الإحصاء بينقسم إلى نوعين من الإيه؟ من الإحصاء، في حاجة اسمها ديسكريبتيف statistics اللي هو الإحصاء الوصفي، وفي عندنا إحصاء إيه؟ الاستدلالي اللي هو inference statistics. الإحصاء الوصفي يعني بوصف حاجة، بوصف إيه؟ أوصف إيه؟ إيه اللي أنا أوصفه؟ بيانات. كلمة إحصاء وصفي يبقى أنا أصلاً بتعامل مع بيانات، فناخد البيانات ماشي؟ وإن أنا أوصف هذه البيانات. انت لما تخش شركه من الشركات وتلاقيهم عاملين كده شارت جراف عامل لك تطور الانتاج، تطور الانتاج بتاعهم سنويا، اول ما تبص كده للجراف تقدر تقول ان المصنع ده هو كان في اي سنه من السنوات كان ايه اعلى انتاج عنده كان سنه ايه؟ سنه كام؟ يبقى ده وصف ولا مش وصف؟ بيوصف مش كده؟ الجماعه بتوع الطب في الرسائل بتاعتهم بيعمل حاجه اسمها وصف للبيانات، انه يجيب مثلا المين او المتوسط، طبعا المين لسه هنتكلم عنها، المين يعني المتوسط، تمام؟ عنده جروبات من المرضى وعاوز
يعرف بس ها مين والستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري عشان يوصف البلاد من خلال المتوسط ومن خلال ايه الانحراف المعياري. يبقى بالنسبه لاحصاء ايه احصاء وصفي ان انا مجرد بس ان انا ايه ما بعملش مقارنات ما بعملش استدلالات عشان تفرق ما بين احصاء وصفي والاستدلالي. الوصفي مجرد بس بوصف البيانات من حيث متوسطاتها الحركات المعياريه التشتت. لكن انك انت تقول ان في ارتباط زي ما نزل بعد كده في ارتباط ان تقدر تعمم النتيجه. يعني ايه تعمم النتيجه؟ يعني انت خدت عينه سامبل وبعدين طلعت منها احصاءات. مجرد بس انك تقول العينه ديت متوسطها ايه والانحراف المعياري ايه و اللي هي المؤشرات بتاعتها كذا وكذا وكذا ده احصاء وصفي. اما انك انت تعمل تعميم من خلال نتائج العينه نستطيع ان احنا نتنبأ يبقى ده تعميم. من خلال بيانات العينه او احصاءات من خلال احصاءات العينه ان احنا نستطيع ان احنا نتوقع ان يكون زي ما هنشوف بعد شويه. إذا الهدف الأساسي هنا إن أنا أوصف خصائص البيانات زي النسبة زي الـ الميم standard deviation إن إحنا نشوف الملامح الأساسية بتاعت البيانات وإزاي بنعرضها. عندك بيانات كبيرة جدا تقدر تلخصهم تقدر مثلا تطلع ما يسمى بالجدول التكراري في الكوانتي تيبل إنك تحط بيانات مثلا الافات الطلاب تحطهم ايه او الافات من المبحوثين تحطهم في جدول صفحه واحده خلال حاجه اسمها ايه الكلاسس او الفئات وتقول لي حسب الاعمار من انا عندي كام يعني كام طفل اقل من 6 سنوات من 6 سنوات ل 12 سنه كام واحد من 6 سنين من 12 سنه ل 15 سنه اللي هي فتره الاعدادي كم واحد من 12 ل 15 كم واحد وهكذا. تقدر تعمل جدول كده جدول تكراري تلخص بحيث انك تشوف والله العينه بتاعتي اللي انا خدتها توزيعها ايه حسب العمر حسب الخبره حسب كذا حسب كذا. نقدر نعمل جداول تكراريه نلخص البيانات في جدول ده بنسميه تنظيم وعرض ووصف الايه البيانات. اما الاحصاء الاستمراريه الاحصائيه ان انا بعمم الاحصاءات والنتائج اللي باخدها من العينه بعممها على ايه؟ بعممها على ايه؟ على المجتمع بحيث ان احنا نتخذ قرار. مين اللي يتخذ قرار؟ اللي انت اللي طلب منك انك تديله المعلومات والمؤشرات من العينه من خلال بيانات العينه اللي انت خدتها وتروح للمسؤول بعد كده يبدا ايه؟ يتخذ ايه؟ قرار. نشوف كده التدريب ده يولي التدريب ده في اختبار للقدرات حصل ثلاثة من العاملين على 90-85-80 درجة بينما حصل ثلاثة عاملات على 89-96-92 درجة. استخدم البيانات السابقة لتحليل أي من العبارات التالية يعتبر إحصاء أو وصفيا ويعتبر إحصاء استدلاليا. هسيبكم دقيقة واخد الردود يلا كلنا شايفين طبعا الشاشه فوق. الاولانيه استدلاليه والثانيه احصائيه. تفضل. نعم يعني اول واحد وصفي لا ثاني واحد استدلالي. استدلالي كلنا متفقين معاه؟ كله متفق؟ حاجه جميله. نشوف مع بعض. يقول لك متوسط درجات العاملين 85 ومتوسط درجات العاملات 89 درجه. مجرد انه طلع المتوسط بتاع الجروب ده والمتوسط بتاع الجروب ده وقال لك المتوسط ده كام ونص كام؟ يبقى ده وصفي. واضح؟ يعني يحتمل كده انت ايه؟ فهمتها من حتى من الايه؟ من المصطلح يحتمل يبقى انا باخد من ايه؟ هاخد بقى من العينه يحتمل ان يكون المتوسط العام لدرجات جميع العاملات اكبر من المتوسط العام لدرجات جميع الايه العاملين.
ده تعميم ولا مش تعميم؟ يبقى ده استدلال، ده تدل من متوسط العاملين ومتوسط العاملات، حيث ان متوسط العاملين 85 ومتوسط العاملات 89، اذا يحتمل ان يكون متوسط العام للعاملات اكبر من متوسط العاملات للعاملين. يبقى القرار اللي خدته منين؟ بناء على ايه؟ بناء على المعلومات والمؤشرات اللي انا خدتها من بيانات العينه، ان متوسط العاملين 85 والعاملات 89، يعني العاملات اعلى من العاملين، اذا يحتمل، ها؟ يبقى ده استدلالهم. يحتمل ان تقل درجات العاملين في الاختبار التالي عن درجات الايه؟ العاملات، برضه احصائيه استدلال. ماشي يا شباب؟ مفهوم؟ واضحه؟ تمام. نشوف التدريب التاني. هسيبكم دقيقه ونشوف ردود. ياسر صلاح؟ مين ياسر صلاح؟ آية أحمد؟ محمد عبد الله؟ شاهي ناس؟ إبراهيم زيدان؟ مصطفى محمد؟ أحمد حمدي؟ محمد بدوي؟ أي حد يسمع اسمه بس يقول لي اسمك إيه؟ أحمد محمد بدوي؟ في حمزة؟ والعمر الإنتاجي لقرارات النوع بي الجملة. فبين أي من عرضتها ليه يمكن استنتاجها باستخدام الإحصاء الاستدلالي. ماشي يا أحمد حمدي؟ أول حاجة إيه؟ بتقول إيه يا أحمد يا حمدي يا محمد أحمد حمدي؟ متوسط العمر الإنتاجي بالأميال لإطارات النوع إيه؟ الأربعة أكبر من متوسط العمر الإنتاجي لإطارات النوع بي الثلاثة. استدلالي ولا وصفي؟ لا لا أحمد حمدي وصفي. إيجابي. ماشي؟ دي مشاركات واحدة إن شاء الله على آخر ترم ما يخلص أكون حفظت أساميهم حفظتكم اللي مش حفظوا هيقل في الدرجة متوسط العمر ده وصف اسمه تماما هيقل في الدرجة بس من خلال قراءة المتوسط المتوسط إن ده أكبر من ده يبقى ده يحصل إيه؟ وصفي. نيجي لمحمد بدوي. فين محمد بدوي؟ يلا الحق رقم اثنين من المحتمل ان يكون متوسط العمر الانتاجي هو 35000 ومتوسط العمر الانتاجي لجميع قطاعات النوع بي هو 32000. طالما قال لك ايه من المحتمل يبقى ده استدلالي. ايه استدلالي؟ وعمم بناء على مين؟ بناء على المتوسطات اللي هيطلعها. يبقى انت دورك انك انت تروح بقى تطلع الايه؟ تطلع المتوسط بتاع كل ايه؟ بتاع كل نوع. امسك القلم وتطلع المتوسط بتاع كل نوع زي ما هنتعلم بعد كده. نيجي لاسماء سيد. برضه دعاء محمد طبعا مش هيرد هعتبره غايب. اللي مش هيرد هعتبره غايب ماشي؟ نورهان يسري فادي نورهان فين؟ ماشي يا نورهان. يلا نورهان. إذا تساوت أسعار إطارات النوع A مع أسعار إطارات النوع B فإنك تنصح زملائك وأصدقائك باستخدام إطارات النوع A. استدلالي لأنه بيستنتج. بيستنتج كده؟ بيستنتج من المتوسطات إنه عرف إن النوع أسعار A مش كده؟ وأسعار B إذا تساوت الأسعار يعني. إذا تساوت أسعار إطارات النوع A مع أسعار إطارات B فإنك تنصح زملائك والأصدقاء باستخدام إطارات النوع إنه إيه طالما إنه الاثنين إيه؟ الاثنين زي بعض وده إيه؟ بديل عن الثاني يبقى ده استنتاج يبقى ده إحصاء استدلالي. تدريب أربعة هنسيبه إيه؟ وتدريب خمسة وفي ورشة عمل. اجمع بعض البيانات الإحصائية من زملائك ثم استخدمها للتوصل إلى نتائج محددة بين أي من هذه النتائج توصلت إليها باستخدام الإحصاء الوصفي وأيها باستخدام الإحصاء الإيه؟ الاستدلال. نقدر نعمل الكلام ده؟ كل خمسة مع بعض كده يقدروا إن هم يجمعوا بيانات من بعض. ورشة مدتها قد إيه يا دكتور؟ إيه؟ ورشة مدتها قد إيه؟
نخليها المرة الجاية. نخليها المرة الجاية. المرة الجاية. شو الناس كلها تستفيد منها؟ أنا برا ما أخذ دور. كذا؟ كل واحدة تعملها برا الجاية. تعملها برا الجاية. مش باين خالص. هو أزرق مش باين. مش باين برا. لازم تعلم حتة إن إحنا نقعد مع بعض ونفكر في الموضوع مع بعض. اللي هو العمل الجماعي. العمل المشترك. العمل المشترك المفيد بعد كده تعرفها لما تيجي تشتغل في بيبر واشتغل في بحث وكده يبقى معاك جروب. احمد زويل كان اشتغل معاه قال صراحه كده بيتبع بيانات عن ايه بحيث ان احنا ناخد نشوف المتوسط هنا والمتوسط هنا ونعمل مقارنه. ده رسم بروتي في شرط اني عندنا الطرق الاحصائيه هتبقى نوعين احصاء وصف احصاء استبدالي تمام وبيانات العينه تشتغل على الاثنين طبعا بيانات العينه تشتغل على الاحصاء الوصفي والاحصاء الاستبدالي والاحصاء الوصفي هو جمع البيانات مش كده احنا اتكلمنا عنها وتلخيص وتنظيم بيانات عرض البيانات ووصف البيانات اما الاحصاء الاستبدالي تقدير معالم المجتمع معالم المجتمع سيبها سنه وبعدين هنروح نشرح عشان نفهم يعني ايه معلمه يعني ايه بارامتر يعني ايه معالم المجتمع. في اختبارات فروض احصائيه اتخاذ قرارات اختبارات فروض احصائيه في ماده هناخدها بالتفصيل في ماده اسمها AS 506 ومتاح اختيار لجميع الاقسام في مواد اختياريه متاحه انا كنت بدرسها بالصيف ومعايا ناس CS ومعايا ناس انفورميشن سيستم في ناس بتاخد المقرر ده مقرر اختياري اللي هو بنسميه التحليل الاحصائي من ضمنها حاجه اسمها اختبارات الفروض الاحصائيه واتخاذ القرار ديت متاحة هيكو إن شاء الله تقبل. دكتور بصيب المجتمع أو كوميونيتي بشكل عام المجتمع البشر المجتمع الهام للبحث مادة البحث نعم في مفاهيم أساسية أولها الديبوليشن المجتمع اللي ساعتها بنتكلم عليه ما ينفعش إن إحنا نشتغل في الإحصاء وبنتكلم في الإحصاء من غير ما نعرف يعني إيه الديبوليشن يعني إيه مجتمع وإيه المقصود بالمجتمع ليس المقصود بالمجتمع المجتمع السكاني تمام؟ لا مجتمع الدراسة يعني واحد شغال على النباتات بياخد عينة من النباتات مش كده؟ يعني عنده بوبوليشن من النباتات سلالة معينة فصيلة معينة من النباتات بتاع علم النبات في كلية العلوم مش كده؟ أو بتاع الزراعة اللي شغال على الحيوانات عنده مجتمع الحيوانات مش كده؟ اللي شغال في بحث في المحاسبه مثلا على شركات المقيده في البورصه في حد محاسبه هنا في محاسبه طبعا اكيد اللي شغال في بحث المحاسبه على الشركات المقيده في البورصه فبياخد 100 شركه تمام من الشركات يبقى اذا المجتمع بتاعه هو ايه الشركات المقيده في البورصه الطبيب اللي بيشتغل على في تامين معين عايز يشوف مفعول يعني اصل الفيتامين على شفاء المريض مجتمع مين جميع المرضى بالمرض ده جميع المرضى المصابين بالمرض اللي هيعالج اللي يعالج بالفيتامين هو ده المجتمع بتاعه تمام اذا المجتمع بيختلف من دراسه لدراسه بتاع المحاسبه بتاع الاقتصاد شغال على البنوك اذا كل البنوك اللي تحت الدراسه بتاعته اللي في المجتمع يسمى المجتمع بتاعه بياخد عينه من البنوك شغال على طلبه انا بتاع تربيه وشغال تربوي اذا شغل هيبقى على مين؟ عينته بتاعته تبقى مين؟ طلاب اذا طب طلاب اي طلاب؟ طلاب مثلا كي جي 1 كي جي 2 ابتدائي اعدادي ثانوي طلاب جامعه يبقى اذا بحدد البوبوليشن بتاعي مجتمع دراسه بيحدد تحديدا ايه؟ هذا المجتمع قد يكون فاينايت وانفاينايت يعني قد يكون محدود او ايه او غير ايه او غير محدود محدود يعني اقدر اعد غير محدود ما اقدرش اعد واحد شغال على سمك في الماي بتوع الثروه السمكيه النهارده كنت بناقش ماجستير لاحد يعني هو مستشار راجل شغال في الثروه السمكيه وكان بيناقش النهارده ماجستير بناقش النهارده وبياخدوا عينات منين؟ من السمك طب البوبوليشن بتاع السمك ده فاينايت ولا انفاينايت؟ انفاينايت تمام؟ لكن لابد انك انت في بحثك لابد انك تتحدد الاكسبيرمنتال يونت بتاعتك او السامبلنج يونت وحده المعاينه بتاعتك
وقت معين. انت هتعمل الدراسه بتاعتك على مين؟ على مزرعه تقتل المزارع، على مدار، على مدرسه، ولا الطالب في المدرسه، ولا فصل في المدرسه؟ تمام، شغال على المديرين. لازم تحدد بالظبط انت البحث بتاعك على مين بالظبط. على طفل، طب الطفل ده في اي سنه؟ طفل اقل من سنه، ولا طفل من اقل من 6 سنين، ولا على اي طفل بالظبط، في اي مستوى، اي عمر من الاعمار؟ تمام، يبقى الريليشن بتاعك لابد ان يكون محدد تحديدا تاما قبل ايه ما تجري البحث بتاعك، وقبل ما تسحب الايه العينه. ادي امثله. إذا أردنا تحديد متوسط الأجر في الساعة لجميع عمال الولايات المتحدة، فإن المجتمع الإحصائي يتكون من أجور جميع هؤلاء العمال في الساعة. خلي بالك أنا ممكن أجيب لك عبارات ترو وفولس، صح وغلط. ماشي؟ وتقريبا أنا بجيب لك كله غلط. بس بقول لك صح. ماشي؟ تتفق على كده. خلاص؟ أنا ممكن في المجتمع أجيب لك 50 سؤال صح وغلط. وصلوا الغلط، وبعدين انت بتقول لي غلط، هتقول لي غلط بس بتشكر عاملين الذين ينتمون الى طائفه معينه فان المجتمع. خلي بالك انا ممكن اقول لك كده كومبليت اكمل. اذا اردنا تحديد متوسط الاجر في الساعه لجميع العمال المتحده، فان المجتمع الاحصائي يتكون من كمل. ماشي؟ فلازم نبقى فاهمين. ها؟ برضه بنعرف نوع الاسئله، شكل الاسئله ممكن تجي لك ازاي، عشان انك انت تركز وتفهم الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. تمام يا شباب؟ ده المجتمع المحدود والغير محدود. طب نيجي للسامبل. لما اتكلمنا عن البوبيوليشن اللي انت هتعمل عليه دراسه، طبعا احيانا في معظم الدراسات ما اقدرش اخد المجتمع كله. ارجع ايه ده المجتمع المحدود. نسبة العاطلين عن العمل من العاملين ينتمون إلى طائفة معينة. في عندك مجموعة من البشر ينتموا لطائفة معينة. نعم. خلاص؟ أي كانت الطائفة ديت. تمام؟ فالمجتمع تكون من إيه؟ من جنسية كل عاطل من عن العمل من هؤلاء الإيه؟ إيه الجنسية؟ يعني بنفترض إن الطائفة ديت فيها جنسيات مختلفة. يعني الكلام ده طبعا في السعودية عندهم عمال جميع جنسيات. مش مصري بس، مش سعودي، السعوديين ما بيشتغلوش أصلا. يعني في مصريين وبنجلاديش وهنود واخد بالك وأمريكان وأمريكان والعرب بقى من جميع يعني سوريا وتونس وكله واخد بالك. يعني الجامعة جامعة طيبة في المدينة المنورة كنت أنا فيها. يعني كنا أعضاء تدريس كنا من حوالي 10 دول. جنسيات مختلفة. تمام؟ نيجي للسامبل أو العينة. يعني في ناس فكرت يعني كلمة العينة لما بتبقى عينة الدم هي دي العينة، هي دي العينة اللي في دماغك، كلمة عينة. لا. يعني العينة جزء من البوبيوليشن اللي أنت هتدرسه. هعمل دراسة على نظام محاسبي معين على الشركات المقيده في البورصه، فباخد عينه من الشركات المقيده في البورصه. في 500 شركه مقيده في البورصه. لكن مش هقدر اشتغل على 500 شركه. ما اقدرش على ادخل على ال 500 شركه واجيب القوائم الماليه بتاعت ايه؟ ال 500 شركه عمليه مجهده ومتعبه ومكلفه وتاخد وقت. انت هتعمل دراسه على طلاب جامعه القاهره. المبحوث بتاعك هو الطالب في جامعه القاهره. جامعة القاهرة 26 كلية، وكل كلية ما شاء الله زي كلية الهندسة كده فيها 14 قسم، يعني 14 كلية جوه كلية. كلية الطب نفس الشيء 16 18 قسم جوه الكلية ما شاء الله، يعني أعداد كبيرة جدا. فما أقدرش آخد إيه؟ كل الوحدات في المجتمع. أحيانا المجتمع يفقد لو خدته كله، لو بعمل دراسة على الذخيرة. كل ما تطلع عينه تعمل طلقه مثلا، الطلقات اللي بيستعوها في مصنع الذخيره ينفع انك تاخد كل الطلقات وتجربها؟ هتفقد. ده بالكبريت، تعمل عينه على الكبريت، ها؟
عشان تكتشف وتشوف معيب ولا مش معيب. ينفع انك تاخد كل الكلام تجربه علشان ما ينفعش. في مجتمعات بتفقد بسبب ايه؟ انك انت بتستخدمها في ايه؟ في العيال. يعني كنت بدرس دوره في 2002 و2003 في الهيئه العامه للصادرات والواردات في ميناء اسكندريه، وكانوا بيجمعوا كل العاملين، مش عاملين يعني عمال، يعني اللي هم الكيميائيين والموظفين اللي هم مسؤولين عن فحص السلع الداخله والخارجه من مصر. يعني شحنه الشحنه جايه لك من اوروبا، ينفع سلم ولا يعني اللي هي المعلبات والحاجات دي، فبيعملوا فحص ليها، بياخدوا عينه من الشحنه علشان يقرر يدخل الشحنه البلد ولا يرجع بلدها، هل هي صالحه للاستخدام ولا غير صالحه للاستخدام. فاستعانوا بينا وقسم الاحصاء عندنا وقالوا عايزين 5 دكاترة يجوا يدرسونا كيف يمكن استخدام علم الاحصاء، ازاي نستفيد منه في التعامل، وايه الاساليب العمليه ممكن نستخدمها. ده غير كده كمان علمناهم كمان الطرق الاحصائيه اللي بيها يستطيع ان هو يمنع التلاعب والفساد المالي والاداري. يعني التلاعب، يعني في شركات علشان تدخل الشحنه بتاعتها وهي غير مطابقه للمواصفات يدفعوا رشاوي. ازاي نمنع الكلام ده؟ ازاي نمنع الرشاوي دي؟ ازاي التلاعب من تحت الترابيزه ده؟ بالاساليب الاحصائيه، اديتهم اساليب احصائيه. ازاي يستخدموا الاساليب دي في انه يقضي على ايه؟ على هذه الايه؟ الظاهره. تمام؟ اذا عشان ياخد عينه من المعلبات، لو هياخد بقى كل المعلبات كلها ويفتحها وعشان يشوف نسبه الرطوبه فيها ولا يشوف هل صالحه ولا غير صالحه؟ ما ينفعش. لازم ناخد ايه؟ عينه. وناخدها ازاي العينه ديت؟ ولازم تبقى عينه موصله لايه؟ للمجتمع كله. طبعا في طرق، طبعا ده في ماده بتوع الاحصاء هيدرسوها، ماده مقرر اسمه سامبلنج ميثودز، سامبلنج تكنيكس، ماده مقرر فقط هيدرسوا مقرر كامل كله في طرق معينه. اما انت بقى بتاع سي اس يعني لازم يبقى عندك خلفيه، يبقى عندك خلفيه ماشي، عشان ربما وانت بتعمل ماجستير ودكتوراه ان شاء الله، وده هدف الكليه ان احنا جايين عشان مش مجرد ناخد دبلوم ونمشي، صح؟ كلنا مش كده؟ كلنا جايين، معظمنا جايين املا في انك انت تاخد ايه؟ ماجستير ودكتوراه. اللي ما قدرش يخش علوم حاسب، كليه علوم حاسب، يقدر هتاخد ماجستير ودكتوراه في علوم الحاسب، تبقى راسك براس خريج حاسبات. بتاع الحقوق اللي كان نفسه يخش شاطر في الكمبيوتر وعايز يخش كمبيوتر، نفس الشيء مش كده؟ يبقى اذا العينه جزء ايه؟ جزء من المجتمع، وهي القياسات اللي انا باخدها منين؟ من المجتمع. اذا اردنا تقدير متوسط الدخل الشهري للاسر في المملكه، فاننا نقوم باخذ عدد معين من اسر الايه؟ من اسر المملكه، ونحدد الدخل الشهري لكل منها، ثم نحسب متوسط الدخل المعيار ذلك. يعني عشان بقى تاخد عينه من مصر مثلا على مستوى المحافظات، واخد بالك؟ نزلنا عملية تاخدها ازاي؟ وبأي طريقة؟ هنتكلم على الطرق ديت. هنتكلم على الطرق ديت، ازاي تاخد عينة من ايه؟ من جميع المحافظات بحيث تكون ممثلة ايه؟ للمجتمع. هل ينفع أنا كباحث قدراتي المالية محدودة إن أنا آخد عينة عشوائية بسيطة لما نشوف؟ ما ينفعش. في أنواع تانية من العينة العشوائية البسيطة، هنشوف يعني إيه عينة عشوائية بسيطة والأنواع الأخرى منها. بعض المصطلحات اتقابلنا ونركز عليها، حاجه اسمها البارامتر، حاجه اسمها الستاتستيك او المعلمه، غير كده ما ينفعش. الايه؟ المعلمه. طبعا ممكن تتقري كذا حاجه ثانيه، المعلمه مثلا اسمها ايه بقى؟ المعلمه، جايه من معالم الطريق، مش كده؟ معالم، ها؟ معالم المدينه. يعني شوف الحاجات اللي بتميز الديستريبيوشن بتاع المجتمع. المجتمع له توزيع، ها؟ له ديستريبيوشن، له توزيع.
معالم توزيع المعالم بتاعت المعالم اللي بتميزها كل ما كل حاجه الافتتاحيه لها ايه؟ لها معالم. يبقى المعالم ديت او المعلمه خاصيه من الخصائص، بس خاصيه بتاعت مين؟ بتاعت البوبوليشن متابع ولا بتاع العينه؟ تل. يبقى اي خاصيه في المجتمع، لما اقول متوسط دخل الاسره في مصر 10,000 جنيه، يبقى دي ايه؟ معلمه ولا ستاتستيك؟ لما اقول متوسط دخل الاسره في مصر من التعداد، من التعداد اللي خلوه 17 وجدوا ان متوسط دخل الاسره في مصر 10,000 جنيه، يبقى دي بارامتر ولا ستاتستيك؟ هو اشتغل ايه؟ هو خد التعداد كله، التعداد شامل تعداد على مستوى الجمهوريه كله، خد دخول جميع افراد المجتمع وحسب منه متوسط الدخل الفرد. لكن لو كان خد عينه هو حضرتك الدكتور معلش ايه الفئه تاني اللي خد الجهاز المركز التعبئه العامه والاحصاء؟ ايه المعلومه اللي معانا؟ معلش بس قولها تاني. لا انا بفرق بين المعلمه والاحصاء. لا انا قصدي ايه هو البارامتر اللي حضرتك قلته دلوقتي؟ اللي هو متوسط دخل الفرد. لما اقول لك متوسط دخل الفرد في مصر، لو اعتبرنا ان مصر هي كلها فدي هتبقى كلمه في مصر يعني جابها منين؟ جابها من التعداد. تمام؟ لكن لو خد عينه بين التعداد والتعداد بياخدوا عينه بين التعداد والتعداد كل سنه. في حد في الجهاز؟ مش حد في الجهاز؟ عندنا في المستشفى العربي هنا بياخدوا عينه يعني كل ايه؟ كل سنه بين التعداد والتعداد، بين التعداد لا خاصيه في المجتمع. لما يقول لك ايه؟ من بيانات التعداد تم حساب نسبه البطاله في المجتمع، طلعت نسبه البطاله 15% 20%، يبقى دي معلمه ولا استاتستيك احصاء؟ لو نسبة البطالة دي اتحسبتها من عينة، يعني لو رحت خدت عينة من المجتمع وليكن 1000 واحد وسألت كل واحد هل هو شغال ولا مش شغال، له تأمين مؤمن عليه يعني بيشتغل، له رقم تأميني ولا ملوش، إذا كان له رقم تأميني يبقى بيشتغل، ملوش رقم تأميني يبقى بيشتغلش، يبقى تطلع نسبة إيه؟ البطالة في العينة. يبقى إذا نسبة البطالة في العينة اللي طلعت دي بنسميها إيه؟ استاتستيك. عشان كده واحنا بنحكم الابحاث لما الاقي باحث كاتب لي بارامتر اعرف على طول انه شغال حصر شامل، لما يكتب استاتستيك يبقى عمل ايه؟ خد عينه. تمام؟ يبقى الاستاتستيك احصاء العينه، خاصيه في العينه، نسبه البطاله، متوسط الدخل. تمام؟ اللي هو التشتت، مركز الانحراف المعياري، التباين، كل ديت تعتبر يعني بارامترز ستاتستكس في العينه. لو انا واخدها لو انا حاسبها من العينه يبقى ستاتستيك، لو انا حاسبها من حصر الشامل في المجتمع يبقى تسميها ايه؟ بنسميها بارامتر. على الماشيه 500 كيلو، يبقى ده ايه؟ بارامتر ولا ستاتستيك؟ بارامتر انه عمل حصر شامل. لكن لو هو بقى خد عينه من الحيوانات الموجوده في المزرعه، خد 100، خد 50، خد 20، خد 30، خلاص؟ وخد الوزن بتاعهم وجاب المتوسط، يبقى ده ستاتستيك. ماشي؟ يبقى نفس الخاصيه اهو، خاصيه يا اما بحسبها المجتمع او بحسبها منين؟ من العيال. يبقى ده بنسميه معلمه وده بنسميه احصاء. جميع الخصائص الاحصائيه اللي انا بحسبها من بيانات المجتمع كاملا بنسميها بارامتر او معلمه. اما اذا اخذنا عينه من المجتمع وحسبنا الاحصاءات بتاعتها او الخصائص بتاعتها بنسميها ايه؟ بنسميها احصاءات. احصاء الاكس بعد كده نسميها ايه؟ اكس بار. ها؟ المصطلح رمز ايه؟
اكس بار انا فضلها اشتغل فيها جامد ها، يبقى في اكس بار بالتالي هنسميها ايه؟ هنسميها ميو. قامت جامعة الملك سعود بتعيين 500 موظف جديد خلال فترة معينة بعد اجتيازهم بنجاح الاختبار الذي انزلق. اشرح الظروف التي يمكن على استعتبار الدرجات التي حصل عليها هؤلاء الموظفون. جدد في الاختبار تمثل عينة أو مجتمع. مجتمع. معانا فادي عباد مش موجود. محمد شحاتة. أشواق. محمد شحاتة. محمد شحاتة. يا محمد شحاتة. تقول ايه في التدريب كده؟ مجتمع. جامعة الملك سعود في الرياض قامت بتعيين 500 موظف مجتمع جديد خلال فترة معينة بعد اجتيازهم بنجاح الاختبار اللازم لذلك. اشرح الظروف التي يمكن على اعتبار الدرجات التي حصل عليها هؤلاء المظلوم جدد في الاختبار تمثل عينة مجتمع. يا امتى اعتبر ال 500 موظف دول والدرجات اللي خدوها امتى اعتبرها عينة وامتى اعتبرها مجتمع؟ أنا لو اختبرت كواف في الموظفين أعتبر اسمك إيه؟ العين. شيرين؟ شريفة. شريفة؟ ما أشوف اسمك شريفة. مسجلة شريفة؟ شريفة السيد عبد العاطي؟ أيوه. تمام. يلا شريفة. ممكن أعتبرهم معينة لو هم على مستوى كلية معينة أو مركز معين او قسم معين ومجتمع لو هم على مستوى الجامعه كلها. اللي جنبك؟ طيب نسمع اسمك غاده. يلا يا غاده. هي طلبة 500. عندها مسابقة وأعلنت وعملت إعلان بمواصفات معينة تقدم 1000، 2000، 3000. إذا عملنا الاختبار لعدد كبير واخترنا منهم كام؟ يبقى دي إيه؟ يبقى 500 عبارة إيه؟ عينة. يبقى إذا متى نعتبر ال 500 دول عينة؟ لو تم اختيار ال 500 من عدد كبير. الجامعة أعلنت عن وظائف، جامعة المسؤول أعلنت عن وظائف وتقدم لها 2000 واحد تمام؟ وخدنا إيه؟ وخدنا اللي هم درجاتهم أعلى، يبقى كده خدنا 500 من إيه؟ من الإيه؟ المجتمع. لكن أنت نعتبر ال 500 دول هم مجتمع مبلشة. أنا عايز أجيب متوسط الدرجات بتاعتهم 500 على بعض. لكل اللي قدامهم هم 500 بس. احنا ضلينا 500 وتقدم 500 كل المجتمع ما عنديش اكتر من 500. ما اخترتش حاجه من حاجه وما اختبرتش غير ال 500. ما اخترتش جزء من كل. ماشي؟ هم اتقدم لي 500 واخدتهم كلهم. لكن اتقدم لي 2000 واخدت منهم ايه؟ اخدت منهم 500 يبقى دي عينه. قام احد المطاعم بخدمه 2000 عميل خلال اسباب معينه. اشرح الظروف التي يمكن على ضوءها اعتبار ال 2000 عميل دول يمثلوا عينه او ايه؟ نفس الوقت. شنو؟ امثله مختلفه يعني. افترض ان 60% من القاطنين بالقاسين، القاسين يعتبرها بلده. القاسين ديت على بعد 500 كيلو بين المدينه والرياض. 500 كيلو في النص بالظبط. 500 كيلو في النص بين المدينه والرياض. في عينة من 100 شخص من سكان القصيم وجدنا 80 من الذكور. بين ما يلي نسبة العينة. في نسبة العينة عندي 100. عايزين كده حد يقول. أشواق جاوبت. أشواق سيد. أشواق مش موجودة. عمر السيد. غادة ممدوح. غادة ممدوح. أحمد مكرم. صفاء أحمد. محمد رمضان. هاجر محمود. طلعت فعلا لما عمل العينه كانت 60. لا ده افتراض. دي نسبه المجتمع. 100 شخص من سكان القصيم وجدنا 80 من الذكور. يبقى نسبه الذكور كام عندي؟ نسبه العينه من الذكور كام؟
60% بقى دي 60% لا 60% 60 مش قال لك اختلط ان في القصايم 60% من القصايم القصيم بتقول ده افتراض كلمه افتراض يعني ايه من معلومات سابقه من دراسه سابقه ان المجتمع من دراسات عملت قبل كده ان 60% من القصايم القصيم من ايه من الزهور اللي جت تحت المجتمع يبقى نسبه المجتمع عندي نسبة المجتمع ليه 60% بارامتر ولا ستاتستيك معلمة ولا إحصاء يا راجل أنا بتكلم نسبة المجتمع مجتمع بارامتر بارامتر اللي هي 60% بارامتر مجتمع بارامتر معلمة أما نسبة العينة اللي هي 80% ستاتستيك إحصاء حجم العينة كام عندي 100 حجم العينة تمام يعني خد كم شخص في العينة العينة اللي خدها كام واحد؟ حجم المجتمع. عدد سكان القصر. شوف السؤال ذكي جدا. خد بالك؟ أنا ما جبتلكش بيانات عن المجتمع. ما عنديش بيانات تقول لك حجم المجتمع كام. لكن حددت لك إيه؟ حددت لك إطار حدود المجتمع، حدود. اللي هي القصير. إذا المجتمع بتاعي هو عدد سكان القصيم مع علامه المجتمع 60 حجم السكان برضه ايه 60% هي السكان يا دكتور حجم السكان خليك دقيق احنا في احصاء لما قالك نسبه المجتمع 60% ذكور يبقى الذكور لكن بيقول لك مع علامه المجتمع هي نسبه الذكور في المجتمع بس تعريف بعرف ايه هي معلومات المجتمع لكن ايه هي معلومات المجتمع نسبه الذكور في القصيم نسبه الذكور فين القصيم. في القصيم هي دي معلومات المجتمع احصائيه العينه نسبه الذكور في العينه التي اخذت من سكان القصيم لا ما اقولش حتى انا سالت على قد كده انا قلت لك ايه هي نسبه العينه هي نسبه المجتمع دي تقول لي كام تقول لي نسبه كام نسبه كام تمام احصائيه الايه احصائيه العينه الى نسبه الذكور في العينه اللي اخذت من سكان القصيم اللي هي 80% اللي قيمتها 89% نعم تاني لم تعمل ايه؟ ليه تقل ليه؟ عدد بعيد فين الليل؟ لازم تفهم تركز معايا عشان المناقشات لازم تركز الفهم المحاضرة تبقى عندك خلاص؟ احنا وعدناكم ان ال احنا بنعمل حساب المغرب قدامنا 10 دقايق وننهي المحاضره النهارده بس كده ايه ربطناكم خلاص ان في محاضره بدانا المحاضره عرفنا ان في جروب عرفنا ان في توصيف مقرر مش كده بدانا مش كده حد يفكر يقول تاني ان شاء الله هتسجل وهتظهر عندي على السيستم باذن الله وهطبع يعني المحاضره الجايه هطبع الشيء الثاني مره ثانيه او هطبع اللي هيضافه بعد كده اهم حاجه عندي تكون مسجل على السيستم ماشي ان شاء الله المحاضره الجايه انا هنا 77 انا هشوف بعد كده بقى ايه اي زيادات ان شاء الله انا هطبعها بحيث تبقى معانا في المشاركه ده كان اخر حاجه هناخد هنقف عند تدريب 4 تدريب 4 نقف عنده والباقي تاخدوه بقى طبعا تحلوه اي تدريب او اي تدريب مش هنحله يبقى ده يعتبر هوم وورك تمام اي تمرين تدريب
مش هنحله تمام، وموجود في الباور بوينت اللي هتاخده بيعتبر هوم وورك بتحله دي تمام. كان في حد له سؤال؟ الايميل يا فندم، الايميل نبعت الشيت هينزل لك هيعرفك طبيعة الأسئلة اللي بتنزل زي ما قلنا كده في ترو فولس يعني صح وغلط وصح كومبليت ام سي كيو ممكن ام سي كيو يعني يجيب لك سؤال او مسألة بقى هناخد مسائل ده احنا بقى هنشتغل كده على السبورة هنشتغل وهنحل مسائل وبتاع وناخد احتمالات وقوانين ناخد قوانين فتحفظ قوانين مكونة من 50 من هؤلاء المتقدمين ومن 25 منهم قد نجحوا في الامتحان أجب عما يلي ما هي نسبة الناجحين في الامتحان في العينة 25 من 50 خلاص يبقى بيسأل عن النسبة خلاص 25 من 50 ما هي نسبة الناجحين في الامتحان في المجتمع 60% ما هو المجتمع عندي المتقدمين الامتحان جميع المتقدمين شو قلت؟ جميع الايه؟ المتقدمين للامتحان. تمام؟ لان في 60% من الاعمال قد اجتازوا النجاح، في ناس ما اجتازتش. يبقى المجتمع بتاعي جميع المتقدمين لايه؟ للامتحان. هو الاحصاء الاولانيه قصدي العلامه الاولانيه دي مالهاش علاقه بالاحصاء. يعني دي اخرجت في بحث، في بحث اخر. حد يرد على النسبة لا حد يرد على النسبة هو خد عينة طلع منها ان 25 من 50 ده 50% انما 60% جوه منين؟ دي متقدمين اذا علمت بيديك معلومة اذا علمت ان 60% اذا علمت يعني علمت مسبقا قد اجتازوا بنجاح علمت مسبقا في بحث اخر مسبقا يوما ما يبقى 60% اجتازوا الامتحان في عينه مكون 50 من هؤلاء المتقدمين يعني في ناس تقدمت في الامتحان طلع منهم 60% نجحوا تمام من هؤلاء المتقدمين خدنا منهم ايه عينه 50 وجدنا ان 25 منهم كان نجحوا يعني من الكشفات بتاع اللي اتقدموا في الاول خالص اتقدم عدد كبير تمام خدنا منهم 50 وجدنا 25 يبقى نسبة العينة 50% نسبة الناجحين في الامتحان في المجتمع اللي هي النسبة اللي حددها لك اللي هي 60% ما هو المجتمع؟ جميع المتقدمين للامتحان وهل هو مجتمع محدود أو غير محدود؟ محدود عندي أسماء موجودة في إفرام عندي كشف موجود عندي إفرام إيه اللي هو إطار عندي بجميع المتقدمين لا هو مجتمع واحد هو مجتمع واحد مجتمع واحد مجتمع واحد انا عندي ناس كتيرة اتقدموا لله الاختبار هو ده المجتمع بتاعي خلاص رجع ايه خد عينة من الناس دول ما انا اصلا بعمل امتحانات وعندي كشوفات عندي ايه كشوفات 1000 واحد اتقدموا الامتحان نجح منهم 60% يعني نجح 600 لو الألف دول الألف دول رحت واخد منهم عينة حجمها 50 طيب الخمسين دول أشوفهم في الكشوفات كم واحد منهم نجح 25 سؤال أخير بس هو في فرق بين المعلومة دي والمعلومة دي معلومة إيه ومعلومة إيه بين 50% المعلمة والإحصاء فرق بينهم في النسب تمام الفرق في النص ده في الصف معانا في الفرق في النص ده 50% ده ايرور ده اسمه ايرور خطأ
اللي هو الفرق في التقدير، لان بعد كده هنعرف ايه ان المتوسط بتاع العيل ده تقدير المتوسط اللي هم اللي المجتمع ده قدام هيوعدك صح. بعد كده هنتكلم علامه المجتمع اللي نجح الناس طبعا بتقول احسن اجتازوا الامتحان ونجحوا، نتكلم معاهم في الحاجات ديت بنسمى ايه نسبه المجتمع او اللي دخلوا الامتحان خطا التقدير. علامه ان المتوسط اللي دخلوا عليها يعتبر تقدير لمعلومه المجتمع، زي ما قلت لك ان انا ما اقدرش اخد المجتمع كله عشان اجيب المتوسط، فبقى اخد عينه العينه دي اتحسبت منها المتوسط بيعتبر تقدير لمين؟ للمعلومه بتاعت المجتمع المجهوله ان انا ما اقدرش احسبها. واضح؟ هنا بيعتبر مجتمع محدود وصغير فيقدر يحسب ها؟ انا 60% اللي اجتازوا بنجاح؟ لكن في مجتمعات ما اقدرش اخد المجتمع كله ها؟ زي ما قلت جامعه القاهره عندك 60% تقدر تقول المتوسط اللي هو على كل وحاجة تانية ناخد كل طلاب الجامعة كل يبقى انا متقدمين واخد اعمارهم ككل وبعدين اجيب حسب المتوسط ده يبقى ده بارامتر معناها او اخد عينة من طلاب الجامعة وليكن 200 واحد عينة عشوائية من كل ده تمثل مجتمع الجامعة واخد اعمارهم واحسب المتوسط يبقى ده بيسمى ايه؟ متوسط العينة بيعتبر تقدير لمين؟ تقدير لمتوسط المجتمع اللي انا ما اقدرش احسبه. ما هي معلمة المجتمع عندي؟ نسبة الناجحين في الاختبار بس في الامتحان نسبة وما هي احصائيات العينة نسبة الناجحين في العينة تمام واللي قيمتها 50% بكده ننهي هذه المحاضرة ان شاء الله عشان ايه الجزء الباقي من المحاضرة اللي هو بنتكلم فيه استخدامات الاحصاء والاخطاء التي يقع فيها مستخدم الاحصاء الناس الباحثين اللي بيستخدموا الاحصاء في ابحاثهم في اخطاء بيقعوا فيها ايه هي هذه الاخطاء عشان نتداركها عشان لما تبقى باحث ان شاء الله ماجستير ودكتوراه تاخد بالك من الاخطاء اللي ممكن تقع فيها اللي تبوظ لك البحث وتبوظ لك الاستنتاجات اللي انت توصلت ليها في الايه في الرساله الجهاز طفى طبعا لانه الشحن. شكرا لكم وشكرا ان شاء الله.